هذا تطور مهم جدا. يعني المنطقة كانت قلقة وخائفة من التدهور باتجاه مشهد حرب إقليمية، واضح أنه هذا الاحتمال لم يعد على الطاولة. والذي عززته يعني نوعية الرد الإسرائيلي. أكدته نوعية الرد، بس فرضته نوعية الرد الإيراني. صحيح. يعني حطت يعني سعر للمواجهة. واضح أنه الأمريكي والغربي واستطرادا الإسرائيلي يقولون نحن لسنا جاهزين لهذا المستوى من المنازلة. والرد الإسرائيلي إجا يترجم عدم الجهوزية لهذا المستوى من المنازلة، لأنه حتى دائما معروف عند الجنرالات وعند اللي بيبحثوا في الشؤون الاستراتيجية مفهوم المنافسة على قدرة الردع هو منافسة على حجم العمل العسكري الذي يسترده. يعني إيران ما قدرت استردت قدرة الردع بعد عملية الغارة على القنصلية إلا بهذه العملية الضخمة، وكان على إسرائيل أن تصنع ما هو أضخم منها كي يحق لها الحديث عن استرداد قدرة ردع. وبالتالي بغض النظر أنه الرد ضرب صاب ما صاب إلى آخره، لا صواريخ لا مش صواريخ، هذا نقاش تاني، يعني علما أنه صار خلص بكفي بن غفير سؤال عنه أنه مسخرة يعني. لكن حتى لو أخذنا البروباغندا الأمريكية الإسرائيلية في تسويق الرد، ما حدا قادر يقول أنه هو بمستوى حجم الرد الإيراني. وبالتالي فإذا قدرة الردع حسمت على الضفة الإيرانية الآن بعد 50 سنة وهي مقيمة في الضفة الإسرائيلية، وهذا تحول استراتيجي ضخم بالمنطقة، سيترك بصماته بكل حدث بكل تطور بكل مسار لاحق. شو الآليات اللي راح ينعكس فيها على المعركة بين حروب اللي كانت عم بتديرها إسرائيل في سوريا بعد ما مبين، يعني قواعد الاشتباك الجديدة الناتجة عن قدرة الردع الإيرانية هل ستشمل، وهذا الأرجح، أنه أي محاولة يعني أي استهداف للمستشارين الإيرانيين واستشهاد أي منهم سيستوجب ردا، مش ضروري مثل اللي شفناه بس رد من الأراضي السورية أو من الأراضي الإيرانية أو يعني. بالتالي نحن قدام قواعد اشتباك جديدة سترسمها قدرة الردع الإيرانية التي فرضت حضور طاغي على قدرة الردع الإسرائيلية. هذا خلص صار منتي يعني. شو بدها تعمل إسرائيل بمعزل عن شو بتعمل مع إيران؟ شو بتعمل هي أصلا كانت على الآن بحرب غزة ما عندها حل عسكري، الحل بالذهاب إلى توسيع دائرة الاشتباك طوي، وبالتالي رجعنا إلى المواجهة الدائرة من 7 شهور اللي اسمها غزة لبنان بحر أحمر. واضح بمقاربة هذه هي طبيعتها، شيئا فشيئا سيكبر الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، مهما كان ظاهر الكلام الآن هو على روح التضامن والتعاطف. ليه؟ لأن الأمريكي عنده معطيات بتقول أولا أنه لا يستطيع تحمل استمرار حرب الاستنزاف لأنه مهابته تنهار، بالبحر الأحمر هو أمن قومي أمريكي وإله 3 أشهر بيحاول يوقف أنصار الله وما قادر يعمل غزو على اليمن، يعني هذا حكي برات الصحن، خصوصا أن الحل الوحيد هو وقف العدوان على غزة، لذلك كان يضغط أصلا بهذا الاتجاه. 2 بغزة ذهاب إلى عمل عسكري على الطريقة الإسرائيلية، يعني تفجير الشارع الغربي أكثر فأكثر، والشارع الأمريكي خانق الإدارة ومش قادرة بقى تتحمل وهي على أبواب انتخابات، فإذا الوقت لا يعمل لصالح الأمريكي في حرب الاستنزاف، وهو لا يرى أن بيد الإسرائيلي شيئا يفعله يغير الموازين. يعني هو ما هو شايف أنه الإسرائيلي إذا فات على رفح رح يغير ميزان القوى، ما هو شايف أنه إذا إجا على حرب مع لبنان رح يغير موازين القوى، أنه هو يغرق في مستنقع أكثر فأكثر يزداد غرقا وسيغرقه معه يعني. ولذلك بدأ الكلام بالإدارة الأمريكية أنه إذا كان علينا أن نختار بين رحيل أحدهما نتنياهو أم بايدن، لا سنختار رحيل نتنياهو، وهذا سيكون خيرا لإسرائيل وأمريكا معا، هذا ليس خيارا أمريكيا في مواجهة إسرائيل، هذا خيار أمريكي إسرائيلي في التخلص من عبء المراوحة في المكان. بكل الأحوال المنطقة لم تعد ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، حرب غزة هي المستفيد الأول، يعني المقاومة في غزة والشعب في غزة المستفيد الأول من هذا العرض المبهر الذي قدمته إيران في سماء المنطقة، وبالتالي الانعكاس الداخلي الإسرائيلي آت لا ريب فيه، سواء على ظهر نتنياهو أو
على ظهر الجيش مع نتنياهو لفك وتركيب المشهد الإسرائيلي بما ينسجم مع تسوية تلبي شروط المقاومة.